طيب معانا الحاج عامر حسين. اهلا بيك يا حاج عامر. ازيك يا كابتن؟ اخبارك كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. دايما بنسعد بيك في قناه الاهلي. الله يخليك كابتن، شرف ليا. وانا بسعد بيك شخصيا يعني. الله يخليك. ربنا يخليك. يعني قرار الغاء العقوبات عن الانديه يا حاج عامر، يعني حضرتك شفت القرار ده ازاي؟ لا، ويمكن اتحاد الكوره في تاريخه من تعود في سنه 90 عمل نفس الكلام. فان هو بيعمل عفو كاحتفال، يعني من الاداره شافوا كابتن هاني على ان يبقى في احتفاليه كده زي ما بيعملوا العفو عن المحبوسين. كنت لسه هقول لك اكتوبر. كنت لسه هقول لك 3 اكتوبر. فهي المعامله بالمثل، بس دي رياضيه جنائيه، وخصوصا ان ده حدث جلل يعني بنشوفه، يعني لقد هرمنا يا حاج عامر. ايوه بالظبط، اكيد يعني ربنا يعني كرمنا، احنا شفناه مرتين يعني، وعيت عليه مرتين. الحمد لله، يعني انا ممكن اشوف، وربنا يعني يدينا طول العمر يا حاج عامر. ربنا يديك طول العمر ان شاء الله يا رب. المهم نروح نعمل حاجه، يعني عارف انا نفسي نروح نعمل حاجه. انت جريتني، انت جريتني لسؤال يعني ما كنتش اقوله لك بصراحه. والله لا، طبعا كلنا نفسنا، بس لازم النغمه تتغير، ان احنا خلاص احنا كده اخر الطموح ورايحين بالظبط تكريم واحتفال بالناس اللي وصلوا. لا يعني الله ينور عليك، والله اكيد الموضوع ما ينفعش يمشي كده يعني. الله ينور عليك، الله ينور عليك. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله خير، ان شاء الله يتوقف على القرعه بقى اولا واخيرا، كمان ربنا يكرمنا بقرعه كويسه. ربنا يستر. تفتكر قرعه كويسه في كاس العالم هتبقى ازاي؟ دي شكلها ايه؟ والله اصل في دول مختلفه عن دول حتى اللي هتبقى اقوياء، لما طريقه لعب طبعا حضرتك عارف بيبقى في طريقه لعب بتتعبنا يعني تلاقي البرازيل المهارات، تلاقي بولندا اللعب الروتين المعتاد اللي ممكن تقفل قدامهم، يعني هتلاقي الدول مختلفه، بلجيكا قويه جدا يعني، هتلاقي برضه في يعني طريقه لعب بتتعبنا اكتر من اي حد تاني. والله يا حاج عامر انا معاك، يعني احنا خلاص الحمد لله بقى صعدنا، فيعني يعني طريقه اللعب بتاعتنا هي اللي تعبانه. يا رب بس ان شاء الله تتغير، وان شاء الله تبقى في حاجه. احنا محتاجينها اكتر من اي وقت بقى في اكيد كاس العالم. اكيد اكيد يا حاج عامر، اللي فاتت دي ممكن تنفعنا في كاس العالم تفتكر؟ والله ما يعني ما عندكش بديل يعني. يا رب يا رب. يعني ده كان خبر حلو قوي بصراحه، ان رفع العقوبات عن الانديه، وخصوصا الانديه فعلا في حاجه انها يعني ترفع العقوبات عنها. القرار الثاني، اتحاد الكره لم يحسم مشاركه المحليين، هل فعلا حسم القرار ولا لسه؟ ولا منتخب المحليين فعلا هيلعب البطوله في المغرب، ولا ايه الشكل العام يا حاج عامر؟ والله كان الكلام مع المهندس يعني طبعا اللي هيبقى صعب المشاركه في مع المنتخب، لان احنا طبعا معروف من فتره ان المغرب ممكن تاخد البطوله ديت، ان احنا من حقنا نشارك من قبل ما نلعب المغرب، انما كان كل الكلام على ان ما فيش وقت متاح، انما هي الحلول المتاحه ان تلعب بالقسم الثاني و97، ودي بيبقى لها توابع ان ممكن تاخد هزائم كثيره، فالاعلام مش هيرحمك وهيقول لك اسم مصر، ومش ما حدش هيقدر الكلام دوت، ان في الاخر انت تلعب باسم مصر، او تختار ناديين ثلاثه من اللي عندهمش مشاركات افريقيه او عندهم لعيبه في المنتخب الوطني الاول، فبالتالي دول ممكن انا اعمل لهم مؤجلاتهم. انما اي حد لعيب مشارك في الاربع انديه في افريقيا اللي هيبداوا في شهر 2، او النادي الاهلي اللي عنده مؤجلات وعنده ضغط مباريات وعنده مؤجلات كتير، او المنتخب الوطني الاول، هيبقى صعب طبعا ان يتاخد لعيبه منهم يلعبوا في منتخب المحليين. طب لو حتى منتخب اولمبي يبقى ايه الصوره برضه؟ ما هتلاقي برضه في انديه، لكن اللعيبه انا لعيبه محتاجاها، هم كام لعيب اللي هم مواليد 97 ممكن يكون في انديه بتلعب بشكل اساسي، فلازم يبقى تم التنسيق مع الانديه. والموضوع برضه القسم الثاني لازم مجلس الاداره يفكر فيه، لان القرار اصلي مع تكوين المنتخب المحليين كان الاتفاق معايا انه يتلعب بالقسم الثاني ومنتخب 97، ده كان اصل الموافقه على الاشتراك بمنتخب المحليين. وبعد كده لما لقوا بقى ان وقعوا مع المغرب، والمغرب فرقه ثقيله، فبدات النغمه تتغير، بيجيبوا لعيبه من الدوري الممتاز، وبعدين قال لك طب ناخد من الاهلي لعيبه اللي ما تلعبش، ناخد من الزمالك لعيبه ما تلعبش، طب ناخد المنتخب الوطني الاول اللي عايز يشوفهم. الفكر اتغير بالنسبه للمنتخب المحليين، فطبعا هو اتعمل صعوبه، انما لو تراجعت لاصل القرار هو القسم الثاني ومواليد 97. طب ما حلو، يعني كان ليه ما نعملش كده؟ يعني عشان مثلا نروح نخسر مثلا كتير، ايه المشكله؟ المنتخب
كان لازم يبدأ من عشان يبقى عنده فترة ياخد اللعيبة بتاعت القسم الثاني ويعدهم، لأن كان من ضمن الحاجات اللي قالها الجهاز برضه على إن هيكتشف وجوه جديدة للدوري الممتاز وللمنتخبات الوطنية من الأقسام اللي تحت خصوصا القسم الثاني. إنما طبعا يمكن صعوبة الوقوع مع المغرب خلاهم يغير فكرهم. ففي الاخر قرار مجلس اداره اكيد هيناقشه كويس ويدرسه كويس. ده امتى يا حاج عامر المفروض؟ يعني المفروض القرار ده يتحسم امتى؟ والله المهندس هشام طبعا في نيجيريا اكيد اول ما يرجع هياخد القرار، او ممكن ينسقوا بينهم على الكلام دوت، لان دوت احنا دخولنا ده استثناء مفيش عقوبات بالنسبه لنا لو احنا اعتذرنا، لان احنا خارج البطوله اصلا. هو حاج عامر يعني مع احترامي طبعا ليك، طبعا حضرتك قلت ان ممكن يتاخد من الدرجه الاولى وممكن يتاخد من 97، دي حاجه حلوه جدا وكان المفروض نعمل كده، بس احنا اساسا يعني شويه نشوف منتخب محليين وشويه نقول لا هنلغي منتخب محليين وشويه نشوف مدير فني قعد شهر وبعد كده شهرين مدير فني تاني، فاكيد الموضوع صعب قوي يا حاج عامر. ولا حضرتك شايف هو لازم يبقى في اقتناع يا كابتن احمد، لازم يبقى في اقتناع من الاول باللي يمسك المنتخب انه داخل على ظروف معينه، لازم يبقى في اقتناع ان المبدا فعلا لازم يمشوا على المبدا للاخر بتاع القسم الثاني والسبع صفوف مهما كانت النتائج. انما طبعا اخر يعني الحاجه اللي بتاخد منها حته من هنا عايز تمشي كل حاجه لازم في الاخر تفشل طبعا. يبقى انت ما طلعتش بحاجه، ما كسبتش حاجه يعني. بالظبط. كنا خسرنا بالقسم الثاني و97 كانت الناس هتبقى مرتاحه برضه. بالظبط بالظبط. انت عندك مقرر، انما انت جمعت لعيبه المنتخب اللي وقعوا من المنتخب الاول مع لعيبه كلها معروفه من الاسماعيلي وسموحه وفي الاخر ما وصلتش، انما في الاخر طلعت برضه بحسام حسن وعواد راحوا المنتخب الاول من المنتخب المحلي لما كان بتوع المغرب. طب هو السياسه اللي بيحطها الاتحاد الكره يا حاج عامر اكيد بيحطها للمدرب اللي جاي بيقول له احنا عايزين نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، عايزين ناخد من هنا وناخد من هنا وناخد من هنا عشان نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، وقدامك مثلا سنتين ثلاثه وقدامك مش عارف كام، هل في الكلام ده موجود؟ يعني انا قصدي طبعا الموضوع بيبقى لجنه فنيه مع مجلس الاداره مع المدير الفني، طبعا انا ما بحضرش الاعداد دي كلها ولا الاجتماعات دي كلها، فطبعا الافضل يبقى عضو مجلس اداره يبقى موجود يتكلم مع حضرتك فيه عشان هو يبقى عارف هو الكلام اتقال. لا 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 انا بكلم حضرتك في العموم، في العموم يعني انا بكلم حضرتك في العموم. لا ده طبيعي طبيعي طبيعي، يبقى الجهاز اللي داخل عارف هو جاي يشتغل عليه وافق وافق موافق. بالظبط 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 انا قصدي مجلس الاداره بيبقى محدد له هو الاهداف الاستراتيجيه وسياسه الاتحاد. انا عايز الهدف دوت. بالظبط. انت تشوف اللعيبه عايز ابدا اشارك المنتخب المحليين، اول مجلس كان ان هو يشارك في بمنتخب محليين، ممكن يكون فكر ان احنا نرجع تاني لافريقيا قبل المنتخب المحليين، ممكن يكون الرؤيه ان الناس شايفه ان المنتخب المحليين ده فرق ضعيفه منتخبات ضعيفه فممكن نعمل بيها حاجه. بالظبط ما ده انا بتكلم حضرتك فيه، ان احنا بنتكلم في الموضوع غير كده خالص. ان في دول ما عندهاش محترفين كتير يعني المغرب ما عندهاش محترفين كتير بره، ليبيا ما عندهاش محترفين، ففي دول برضو قويه ما عندهاش ممكن يشارك بالمنتخب الاول كله. اه بالظبط 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 ده اللي انا بكلم حضرتك فيه، زي مثلا يعني دلوقتي احنا لما الناس بتيجي تتكلم يا جماعه المنتخب الاول والاداء يقول لك لا احنا متعاقدين مع مستر كوبر ان هو نروح افريقيا ونروح كاس العالم، والراجل عمل الهدف بتاعه. ودي حقيقة. دي حقيقة يعني ده في العقد موجود الكلام دوت. وقت التعاقد الفترة اللي احنا كان فيها المنتخب والخمس سنين الأخيرة محدش يتمنى أكتر من كده. بالظبط. بس ما ينفعش في وسط الطريق بعد ما تسمع يعني برضه احنا في بعضنا بيطمع شوية. هو سؤال رجل الشارع يا حاج عامر. سؤال رجل الشارع، هو مستر كوبر عمل المفروض مطلوب منه اداء بقى، كان الاداء كان يوقع القلب يقوم القلب يفوق يعني المهم وصلنا للي احنا عايزينه. ملوش علاقه بقى، كل واحد قلبه ضعيف ملوش علاقه الراجل يعني. لا. هو قلبه قوي، انما احنا ملوش علاقه بالشعب المصري انه قلبه ضعيف، احنا على طول قلبنا واقع يعني احنا كوره احنا على طول في اخر وقت وفي اخر دقيقه والدعوات وكل دول 100,000 اللي كانوا في برج العرب ده 100,000 مين؟ ده ملايين، ما اللي بره كمان برج العرب كمان. بنتكلم على في الاستاد لما يطلع ان كله في وقت واحد يا رب يا رب من غير استثناء. بالظبط. والله يعني دي حاجات نادر انك انت تلاقيها في الكوره، وربنا استجاب طبعا اللي جوه واللي في البيوت كلهم. يعني برضه يا حاج عامر برضه اخر حاجه هقولها لك، يعني برضه احنا بنتكلم في العموم، هل مستر كوبر المرحله اللي فاتت كانت مرحله والمرحله اللي جايه مرحله ثانيه ممكن ان احنا
نطور ادائنا، نطور المهام الفنيه، نشوف مدير فني. يعني هل في تفكير في كده ولا لسه الدنيا؟ كابتن احمد حضرتك طبعا. انا عبد الحميد حسن يا حاج عامر. كابتن احمد مين؟ كابتن احمد حسن ميدو. كابتن ميدو اتفضل. انا اسف. لا لا حبيبي انا بهزر، ربنا يخليك. اتفضل. في الاخر بترجع لمدى اقتناع مستر كوفر باللعيبه اللي معاه ومستوى الفرق اللي هيلاعبها. يعني هو بيقدر، لان برضه مهما تقول برضه انك انت ايه؟ انك انت تقول للعيبه هاجموا وانتشروا وما تخافوش وكلام من ده، واللعيب بيحس من جوه في الملعب اكيد قدامه دوت اسرع منه اقوى منه في الالتحامات. هتلاقي من ذكاء اللعيب المصري عندنا، هتلاقيه لوحده بيقفل، هتلاقيه لوحده قلقان ان هو يخاطر، ان هو يهاجم مهما تقول له، لان في الاخر هي امكانيات لعيبه في الملعب اكيد. مهما تقول برضه على الورق، يعني ما ينفعش مدرب هيقول لحضرتك ايه؟ احنا عايزين ندافع النهارده، لقيت الفرقه اللي قدامك ضعيفه طبيعي وهي اللي بتدافع، هتفضل تدافع. الكوره طبيعي انك انت الكوره هتبقى ماشيه معاك وهتقدر تعدي وهتقدر تفرق على الفرقه اللي قدامك، طبيعي انك انت هتهاجم. فالكوره فيها كده وفيها كده، مش كل اللي لازم تمام نظلم الراجل ان هو اللي بيقول لهم دفع او هم اللي بيقلقوا او لا. اللعيبه عندنا احنا ذكاء، احنا بنفهم الذكاء. تمام. انا متفهم، انا متفاهم حاجة عامة. انا عندي ومنتخب، انا بحس اللعيبه اللي قدامي هدأ اسرع مني، فانا بفضل اخد خطوتين ورا علشان اامن نفسي، عشان اعوض فرق السرعه، خاصه من الافارقه. شوف اوغندا في الملعب، لا وحوش وحوش، منهم العينه اللي بتلعب في نادي الجيش، اللعيب اللي بيلعب في نادي الجيش وحش. مسك عبد الله السعيد ده هراء في الماتشين. بالظبط بالظبط، شكله لوحده يخوف. بالظبط بالظبط. يعني يعني الفرق البدني كبير جدا بيننا وبين اللي بنلعبهم. اكيد سرعه والتحامات اكيد. يعني سؤال بدري شويه بس تصريح مهم جدا من حضرتك دلوقتي، احنا يعني ما صدقنا نحافظ على شكل الدوري ونحاول ان احنا نحط له ميعاد نبتدي بيه وننهي بيه، هل في فكره او هل في تفكير ان الدوري يتلغي هذا العام ولا الحاج عامر بيفكر ازاي؟ لا استحاله طبعا، استحاله. حلو قوي، المبدا مش موجود اصلا، ان حتى مهما وقفت الدوري انت اللعيبه مش هتجيلك. حلو قوي حلو قوي. انت حتى يعني غير الماديات والعقود والشركات الرائعه اللي ما كانتش موجوده زمان. انا كنت بس يعني نفسي اسمع التصريح ده منك تحديدا، يعني علشان نقفل السكه دي خالص. الموضوع ده محدش فكر فيه خالص. تمام تمام. حاج عامر حسين دايما بتنورنا وبتشرفنا بمداخلاتك، شكرا جدا يعني على هذا الحوار الممتع. يعني يلا نطلع نشوف ماتشنا ونشوف بعد طبعا المداخله اللي عملها الحاج عامر، وقال خلاص مفيش يا جماعه حاجه اسمها الغاء دوري. احنا ما صدقنا ان احنا نحط بدايه ونحط نهايه، يعني ما صدقنا. ان شاء الله الدوري مستمر وان شاء الله يخلص في ميعاده. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، كابتن شريف عبد المنعم نجم مصر النادي الاهلي، وكابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي ونجم مصر، واحمد حسن استاكوزا لاعب الاهلي ونجم مصر. فاصل استنوا.